أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا علمنا كما علمت آدم وإبراهيم، وفهمنا كما فهمت سليمان. ربي أعن ويسر وبارك فيه ولا تعسر، آمين. وبعد، بياري خوي تبارك وتعالى لاجل سيد ويستو النوزدين لتدريس كتب الفقه المنهجي جلد دو لا بريس دو بيستونو لسر إدامي بازن مسألة تعليق طلاق قسم بطلاق وتعليق طلاق لا إدامي توضيحات يقولون كلاسر كتب الدرة المضيئة في الرد على ابن تيمية كتب سبكي رحمتي خواي لبي إمام سبكي للا بريس يودوا بوين دواي أويك بحثي أويك النذري لجاج بحر حال كفاري هي وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله يعصي الله فلا يعصيه. هل سروي لا سيدو؟ وهو حديث صحيح، فأوجب أولا الوفاء، وهذا قول مالك رضي الله عنه في المشهور عنه ومن تبعه، وقول ربيعة وإحدى الروايات عن أبي حنيفة، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بوجوب الوفاء. يعني للاي بعض اللزانانا لنزري لجاجيشا واجب حتما وفاءك كفارينية. إجي أوها روى ابن المنذري بإسناد صحيح إلى الهيثم بن سنان أنه سمع ابن عمر وسأله بعض أهله أنه كسى امرأته كسوة فسخطتها، فقالت إن لبستها في رتاج الكعبة. تقدك إجي ابن عمر رضي خواي لبيك سؤالي لي برسيوة وتيوسي من لباسكم داق بجني لجنكانم يا جنكم جنكش تربو وتيوسي أقبيك مبرم شرط بي بيوم بعنواني وكوشون لا يخماني جن نذري كعبه بي نذري نازانم كي بي بيوان بول رتاجي كعبه، رتاجي يعني درقا باب، بيوان بيخم بر درقاي بابي كعبه، بابي كعبه يعني بيكم نذر للرقاي خيرات وصدقاتك للرقاي تعمير ودروس كرديني درقاي كعبه مصرف أبي بيوان بيتم بأوشوينه. قال ابن عمر: لتجعل مالها في رتاج الكعبة. باب روان مالكي كنزري كردو قشتي بدا لرا ابن عمر نيفر وما تشيب وما نزري لجاج بو ابن عمر نيفر بروا كفاري باب فرمي باب روا مالكي لو مسيرا بدا. قال: إنما مالها في الغنم والإبل. قال ابن عمر: لتبع الغنم والإبل في رتاج الكعبة. يوتي عندي خو مالكي تشي مروا مالاتا فرمي باب روا بيفروشي انجا بولكي بدا بوكي وكعبة. وروي عن أنس رضي الله عنه مثل ذلك عن مالك بن دينار: إن امرأة أتته فقالت إن زوجها كساها كسوة وإنها غضبت فجعلتها هدية إلى بيت الله إن لبستها. قال: فانطلقت إلى أنس فسألته فقال: إن لبستها فلتهدها. وإسناد هذا الأثر أيضا جيد. أما الصحابي كيتريج كأنس لنظري لجاجة لجاجة كفاري مده. هذا القول وهو وجوب الوفاء نقل عن إبراهيم النخعي. لإبراهيم النخعي نقل كرياجة. إبراهيم النخعي كيس شيخي عراق وكوفة، يعني مذهب إمام أبو حنيفة رحمة خالي بروات السري كي إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي شاقردي شاقرد كان ابن مسعود، شاقردي القمة وأسود ومسروق كواني شاقردي ابن مسعود والشيخي كبيري كوفة بوقب. وإنما سقت هذه الأقوال لأن هذا المبتدع قد قال إن القول بوجوب الوفاء لم ينقل عن الصحابة ولا عن التابعين، وقد صح ذلك عن من ذكرنا. البتة ليرا ابن تيمية برحمة بي سامي يجيب ويا أم قول من نقل كرت سبكي ويا أم قول من نقل كرت شون ابن تيمية يجي وجوب وفاء بنذري لجاج لا هيج كز الصحابة والتابعين نقل نكر يعني. والله من الكنار يا خون يسيم النسيمة يقبل هذه الروايات ابن تيمية، فأوردها في كتابه الرد على السبكي. ابن تيمية أم روايتاني قبولها، أمانها وردوها قبول يسي. لم بابته مشكليني أو يرى مشكليني. إجي أمانة هن بلام إجي شيء معارض يا ناس.
لابن عمر أو قولك يتريج نقل كرياجي لم بابتانا بحسك. خب وسيأتي أثر آخر فيه ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر رضي الله عنهما إن شاء الله تعالى. وقال طائفة أخرى يكفر إن شاء ولا يلزمه الوفاء به، وهؤلاء أجروا هذا النذر مجرى يميني. جماعتك تديان نذر لجات شبك كفاربة وتيان أموك قسمة. لما ذكرنا من حصول المعنى الذي شرعت الكفارة في اليمين لأجله لبرخاتي أو معنائك كفارة لبر أوات تشريع كرياجة، وهو أنه أقد يمينه بما التزمه من طاعة الله التي إن خالف عند لزومها فقد انتهك حرمة الحق فجبره بكفارة يمينه. يعني همان موضوع كذكر ماك لبر أو جهتيك نوعك عظمتي خواي قوريخ سوتنا ما جراكو التزام بكارك لبر عظمتي خواي قوري سبحانه وتعالى سك التزامي بناك عيني قسم كفاريك تي داخل بيت. خب جمع قول إمام الشافعي وجمع كيزور لو لم أصر رأي إمام الشافعي شيء على الآن إمام الشافعي توابي أقواله كان يجمع كذا ليرة أو قولي كان ابن عمر وتيسي كامل بيده قولي كتير شيء أسك وتيسي كفاري بيده قولي كتير صحابك وتي أنا كامل مالك وبا قولي كتير تي أنا كفر جيتي مخيلة نزل لجاج حزي كذ عملي بيبكا حزي شيء كذ كفاري با بالخلاف نزل تبرر كحتما أبي عملي بيبكا قد هواني. خب ومن العلماء من يفرق بين التزام الحج وغيره إذا مثلا بحثي حج وأنا فرق تيخ على إمامي مالك رحمة إخوائي لي المدونة الكبرى لبحثي وكبيجي مالكا في رتاج الكعبة بيت إجي أما حج كفاريتي قرقني وهيتي قرقني مثلا فرق خصوصا من مالك لبابي مثلا وكال مثلا كبرى بيجي أي دنبو درقاي كعبة درقاي كعبة خوي خرجي خوي لطريقي بيت المالا أدريتو أمبياويش هيتي لسنية ولي أقا بحثي حج وأنا بيت ليرا مادام نزري لجاجبي إجي يا كفاري بيا بروا. ومنهم من فرق أن يكون قد التزم صدقة ماله كله أو جعله في سبيل الله فقال يجزئه الثلث مثلا. أما جماعاتي كتلو تيانا أقوتي همو مالكم لريقي خوابيت تيانا يكشومي بدا يعني مادام نزري لجاجة جماعاتي كتلو تيانا تي وتيانا كفاري با. أمانة همي بحثي أوكا بنابران نزر داخلي أبي لصفحي سيوشوارا نزري لجاج داخلي أبو الآن مثلا لوسطي صفحي سيوشوارا أما اليمين بما يعظم كالكعبة والنبي فلا كفارة فيها مثلا الآن كابراء قسم قوابيجي قسم بكعبة قسم ببيغمبر عليه السلام هاتشن من هي عن هو أما وليحج كفاريك تيانية باكعبيش تعزيمي أكري لبرخوا وليلي را قسمي مشروع نية قسمي من هي عن هو وإنا. وفي مذهب أبي حنيفة قول إنه تجب الكفارة بالحلف بالنبي ألبتا أو اشتبا أحساسكم وهمي كردو إمامي سبكي مذهب أحمد أو لمذهب أحمد قولي كيكي إجي أقر كسي قسم ببيغمبر بخوا كفاريتي أكيوي مذهب إمامي أحمد شاد أبو حنيفة إجبه تاولي تاوشوني من أزانم قسك مذهب إمام أحمد فقط. خب أما مسألة كيتر دقتك بوشي إيسا إمام أبو حنيفة يا إمام أحمد بوشي بچه جهت قسم ببيغمبري كفاريتي خصو خلما أتمنى كفارة لبر أوابو أفرمي لأن حقه من حق الله عز وجل فأشبه اليمين بالله شنك حقي ببيغمبر عليه الصلاة والسلام حل ريزي حقي خواي وخوا خوي دايني أجه خواي تعالى خوي دا إمام أحمد أفرمي وقسكي إمام أحمد أفرمي شن شهادتين تكملنا مقبل محمد رسول الله بس حقك يحد داخلي أو حقي إخوائي جورسه بنابني وكوست عزيم إخواني أبي نتيجة أوينيك. أما الحلف بملة غير الإسلام أما حلف بملة غير الإسلام إذا حلف بملة غير الملة يعني دين يعني بيجي قسم بمسيحية قسم بيهودية نعم مع أياز ولا بيجي أروك عرب كم ببما يهودي أروك عرب كم ببما مسيحي هو خويس ذكريك. فليس من الأيمان الشرعية أمانة جزئي قسمها شرعينية ولا ينبغي أن يعتقد دخوله في قوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم ونابي معتقد يجبي أما داخلي أم آية أبيت شنو صحيش من قسم شرعينية تازة منهي عن هو حش تعزيمك إخوائي قريتينية لأنها يمين محرمة والمحرم لا يكون شرعيا قسمك حرام حرام جنابي شرعي بيت وأكثر العلماء على أن لا كفارة فيها أكثر علماء لسلم من كفاريت يانية وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا إلى الإسلام سالما.
هر کسی لسر دینی که غیر اسلام قسم بخوا یعنی به هر حال اگر گرکی به هر واقعا ببیت یهودی و نصرانی هر بیت یهودی و نصرانی یعنی لظاهر قسم خوا ولی بدرو ایجی هر گرکی بیت یهودی و نصرانی اگر هر منظوری قسم بیت هر ضرری گیگ دین و ایمانی بوشی او قسم اخوا بانیج او کاره او قسنکا وفيه غير ذلك ورد فيه أن كفارته قول لا إله إلا الله بعض قول ورد أن كفارة كيشية بجي لا إله إلا الله وفي مذهب أبي حنيفة إيجاب الكفارة إمام أبو حنيفة لم بابا كفارة دانياقة وهذه اليمين لا تحتاج إلى ذكرها أم إن أصن نيازي نية ذكريبك يعني مبحثي أمن نيازي نية بحثيك بلا من بوية بحثية كمجون ابن التيمية بما استدلالك ابن تيمية ما كانت قسم إجي أها كابرا إجي أقل فلان كارب كم ببما يهودي إسا كارك إجي أكا آيا لا إخوة أويتا يهودي بإجماع ناوي بإجماع هدي باشا ما دام لرا بإجماع ناوي تي بيجي أو كاركم طلاقي كوتبي طلاقي إجناكي حالكا إسا توزيح جوان أدا سبكي إجي لكن هذا المبتدع جعل إيجاب من أوجب الكفارة فيها حجة له وقال لو لزمه ما التزم لحكم بكفره اجي باش ما دام باجماع ناوي تكافر جمع هيك كفاره ام بوداني اگه پس لو لا اشتلاق با ناكوي كفاري بوداني چون اگر بيجين قسمك اي واقعا ملتزم بويك وخوي ملزم زاني گپي يا التزامي في كردوا ابي بيت يهودي تكفيري كين قنايك ما دام امن ابو يهودي كافر تطلاقك ايش ناكوي اجي أجناء من لحكم بكفره حكم كفر معنا دا لأنه التزم الكفر في قوله إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني إجيت من خوي كابرا وتيتي أجا أو كاربك أبيت يهودي ونصراني وهذا خطأ أم قصي ابن تيمية خطاس قصيك مهمة فإن التكفير مداره على اعتقاد القلب واللسان ترجمان ذلك دقتك تكفير مداري لسر اعتقادي قلبه زوان ترجماني قلبه فإذا صدر منه لفظ ترجمان يعني شي زوانك أو إلى قلبه يدري أخا فإذا صدر منه لفظ دل على كفره في عقد قلبه حكمنا بكفره أجر أم شخص لفظك لي سادربو دالبو لسر كفري دليشي إما حكم كفرك وإذا صدر منه لفظ لا يدل على كفره في قلبه لفظك ليس دربه دلالة لسر كفر لقلبي نكرت لم نحكم بكفره وإن تلفظ بالكفر أجل تلفظ بكفري شكرت به ولهذا لم نحكم بكفر المكره على التلفظ بالكفر وقد قال الله تعالى إلا من أكره وقوله وقلبه مطمئن بالإيمان لقد كان منهم كم يتوزيح بم كابران يجبون سمرجعه بحثك أمسا إيمة أصل وسا إيمان ولك ولا أصل ابتداء إيمان أصلي إيمان أغازي إيمان لك يدس بيك هذا الله الإنسان أسير لأفكاره إنسان أسير أفكاره أفكارتي لدل كاركا إنما الأعمال بالنيات ابتداء لدل كابران نيتي أو كاركا قصدي أو كاركا إجا لسر زواني لسر عملي جاري أبي أجر إيمة حكم لسر شيء أكري لا أولا لسر دل للاي الله حكم لسر شيء أكري للاي الله دا حكم لسر قلب إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وفي رواية إلى أعمالكم حكم لسر قلب أكري ولتشونك إيمي إنسان آقا لسر دل نيين لسر حكمكين لسر زواهر كالزواهر كين آويني دروني بلام شون تلازم بين ظاهر وباطن تلازم كي مطلق نيه جاری واسطه وال دل آن لظاهر در نکوی یا شتی لظاهر در کوت که لدل آنیه نتوانی همیشه هر ظاهری که بینید حکمی لسر بیبو باطنیش تیگه که براز با خطا قصه لسر زوانیتی زانی من خطا است بزانی لقلب آنه بو که براز با اکراه لسر زوانیش تجاری بی ولی چون لدل آنیه سی تکفیری نکی ام قصه چه که برا قصه که کفری نکرو شرع نیوتو ام قصه کفره اگه فلان کار بکا بیت یهودی شرع نیو تو امقصه کفر قصدی چی اوانیه بیت کافر بجی دی گرکی من رضیه بالکفر فهو کافر
رزعتي بكفر فيها كده بس يحل يسو كافرة نا اجي وانا امكار لسلم سقيلة اربي كم كافره بم نوكا نابت حالبي ايسا يعني انظر ايش يعني قرأ كنية كافره بيتو وتلازمك شرعا تلازمك شرعي جنية لبيني انجام داني امكار وكفر او خوي قصيكي كردوا كارك جنجام بحش حش تلازمك مستقيم سببيته اسباب ومسببيته نيل بينك كارك كل شرع في بيجي كافر تيجي لبره وسال قال را مطلبك الدقيق ك امام ابن تيميه رحمه الله عليه بميد لنزرها النيه او اكات اصلا يجي طلاق الوقوع حالا كان مساله اسم كافر شرعا حر كافر ونبي هو قصدي او نيه تكافر حالبي اذا كافر جدي مش قصدي نيه طلاقها مساله طلاق بهز لي شهر طلاقك أكبي ما دام طلاق بي ولي أما أصلا قصة كي كفرنية كفرش بهز الهر كفرة ولي أما قصة كي هر كفرنية قصة كي كفرنية أو كاربكم نه نايكم أرديد من كردم من بيدينم يعني ما كفر بو فزيجي والقائل إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني لا يقوله ليكون يهوديا أو نصرانيا بقلبه ولكنه يمنع نفسه من الفعل لئلا يلزمه أن يكون يهوديا أو نصرانيا خوي منعك لم كار يعني بم فعل بم قصة خوي منعك تان لازمك ونبيت بيت يهودي نصرانيا يعني قريك يبيجي من أم كارناكم بقطعناكم كسيك خوي بازداري أكال لسر فعل لترسي أم لزومة قلبي لسر أم لزومة دانا مزريك أم لزومة قريقنية وإنما عقده على الإيمان أصلا دليل أسر إيمان دامر زياجة فلم نحكم بكفره أما الطلاق لشرع طلاق فمداره على إطلاق اللفظ دقتك مداري طلاق لشرع على إطلاق لفظ على إرادة يلدغ أين كفر كفر على إطلاق لفظ بإرادة معنى لفظك نب إرادة كافرون الان كابرا على يعز بالله بزوان قسيك كفري بك بزاني قسي كفري نيتي ام قسي كفري بو يعني شي نيتي بو خطاي نكر سبق لسان نبو اكراه نبو با غيركي نوي كافرو بيت في كافرو بيت يعني هزل بالكفر جو خبرا من غيرك نو كان هر شوخي مكر بشاري كفر بو طلاقي جواسة طلاقي جمادام لدلا نيتي بلا بزاورني كلمة طلاقي بو عمدي طلاقي وت بانيتي او اجنبي طلاق كبكوي بدسي او ني طلاق كبكوي انا كوي شرح خوي دانيا غ اوتوماتيك وار كوي عين كفرك كفرك الشرع دانيا غ اوتوماتيك وار ام كفر واقع به ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب تبرا مشوخي مان قل ابي الله واياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم طلاق كي جواز مداري لس لفظه لفظك يود بان ارادي نبي اجنك طلاق ما دام لفظك لفظي طلاق بيري بزوانيا طلاق يعني كورا بيجي روب كاتجنا كي بيجي طلاقي كوتبي يعني بيجي شوخيم كرت طلاقي كوتبي علي عزو بلا چون بزوانيا جنيه بدات الدين دواني بيجي خوش شوخيم كرت مرتكيبي كفر بو هلو بي بستكا چونه يجي ها اما الطلاق فمداره على اطلاق اللفظي للمعنى ها اطلاق اللفظ للمعنى بشرته معنى طلاقي منظور بي معنى طلاقي منظور بي نجم مثلا سبق لسانك يا كلمه نقل كاك منظوري ونبوه وان لم يقصد به حل قيد النكاح اجد شي منظوري شي حل قيد نكاح نبيت ولهذا اختلف العلماء في ايقائه على المكره والسكران حل براء مسد قدك تو كابراي مكره مكره كابراي مكره والسكران اختلاف الى سر طلاق يا كي اناك لبرشي شنو جنب لفظك بزوانا هوردو ارادي لفظك شي كردو با ارادي طلاقي نكدو حالمی و ایشون خوابو کفر عزیز دانیا که بو طلاق دینن یالی را بحث طلاق چیا کاره حتی تا او حده حالا که کو خبرای مست نزدی چیه جی ولی ایشون چون ل مست خو مست کرد نکیا معذور نبود یرا او اکریتو وقد قال كثير من الصحابة والتابعين بوقوع طلاق السكراني بل الأكثرون على ذلك فلم يعتبروا فيه قصد حل قيد النكاح ولهذا يلزم الهازل ويقع عليه وما ذلك إلا لإطلاق اللفظ بإجماع طلاق هازل أكوي أميش لبر چيه؟ لبر إطلاق لفظ كي كردوا هازل وإنما كفر الهازل بالكفر لأن كفره دل على استهانته بالدين
بقلبه فهو كافر بعقد القلب الذي دل عليه لفظه. إذا بوشي هذا الكافر وقت أوند الدين للا ياسوك حاضر بشوخيج بو كفر بكا يعني للدلا دلي بالنسبة دين استخفاف سكايتياتي كفر مرتكب. والمطلق بالهزلي مطلق اللفظ كابلاكي بهزل طلاقك اطلاق كنندي لفظك طلاقك بدميا تيري لا بعقد القلب على الطلاق. فز بين امدوان لا بتقياس قياسك غلطه فلا يقاس احد البابين على الاخر قياسي ناكري حتى قياسك او شوازني كراوه طلاق دهنده بلفظ طلاقك طلاق طلاقك اكوي بالد ليش اغيرك نبي ما دام لفظك بكار بده طلاق كيف جاء في مذهب ابي حنيفه في يمين الكفري يرابوشي ايجابي كفاره دانياغه فلانه اذا قال ان فعلت كذا فانا كافر كان قد علق يمينه بتعظيم حق الله عز وجل ليراشي قسمك معلق كذب بالتعظيم حقيقه يقول عيني قسم بالله چون على ان يكفر به يعني اوتيتي اون بخوا غورز دسرم لبر عظمتي خواي غوريش بي بو وقت خوانا خاصه كافر ناوم بالله امكار ناك تي فاشبه فز اما الشبيه ب تعظيم اسم الله فز شبيه بتعظيم اسم الله كي ان تنتهك حرمته زمانك حرمتك شي بي انتهاكي بكري وكو قسم نتيجة فألحق باليمين بالله تعالى في إيجاب الكفارة ألم جهت أم إلحاق رياق بأوه فله وجه من القياس دار هذه السورة أم قسك إمام أبو حنيفة كردي وجهه لقياس هاتيا وإن كان الأصح أن الكفارة لا تجب وهذا صحيح احترم كفارة تيانيا. أما يمين العتق يمين عتق أو بكوت ما أو كاربك كابرا بردك أعزاب به وهو ما إذا قال إن فعلت كذا فعبدي حر فإن جمهور العلماء على لزوم العتق عند الحنسي جمهور العلماء يجن أما كفارين حتما أبي بردك أزادك كسانك يجتيان أكري كفاري شفدا. هذا هو القول المشهور الذي استقرت عليه المذاهب المتبوعة يعني شوار مساب يجن شي شوار مساب يجن أشي عتق كبك حتى بعض إجماع إلى سب نقلك حتى قال بعضهم إن الأمة مجمعة عليه وروي عن أبي عبيد وأبي ثور أنهما قال تجزئ في الكفارة بلا أبو عبيد وأبو ثور يعني كفاري بيد رسته. وأما الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فقالوا بالعتق وهو مذهب علماء عامة علماء الأمصار يعني أكثرية علماء وتيانا عتق شيء حتما أبي عملي في كفاريني وكو طلاق. وما يروى من أثر ليلى بنت العجماء أم رواية سكي ابن تيمية برحمد باستنادي فيها كاكا شيء مفصل بحسيكين أويك لروايتك ليلى بكتي عجماء نقل كرياغ أنها حلفت بالهدي والعتاق لتفرقن بين عبدها وأمتها فأفتاها ابن عمر وزينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما بالكفارة فهذا الأثر تختلف الألفاظ في روايته. أم رواية وارد وقوية ليلى كتي عجماء كأكات ميم كزايا ما مزاحزة عمر قسم أخوة بيني بردكي وبيني كنيزكي ونكاح يعني كنت جاي بخا أقد جاي نخا بينيان حتي مالي اللي ريخوا بي حتي بردية أعزاد بي دي تربو أم قسمي أخوة دو دعاي بشي معنا بيتو أروا لاي ابن عمر ولاي زينبي كشي أم السلامة ودي كان كسي فتواء برسي قواية أواني يوتبيتيان برو كفارة بده ولي الرواية كان مختلفا للرواية كا يا يكدو رواية كا لفزي عتق هاتوا لما باقي لفظي عتق نهاته فقد بحثي صدقي مالكس إمام ابن تيمية أو رواية أقري كبحثي عتق هاتوا إجاها لم صحابانا موالب عتق جوك وطلاقة فس طلاق إجلاء وانا ما دام قولي سريح يعني لطلاق عنية قياسي يكين لسلام عتق فس فتواي طلاق إجاها هرواسة فس صحابة خلاف ينتياني كطلاق ناكوي خلاف ينتياني كتحرف حلف طلاق ناكوي كفاريش ابن دي أن روايتها تختلف الألفاظ في روايته جوايا من فصلت رينو إن شاء الله روي عن من عدة ومداره على أبي رافع مولى ليلى بنت العجماء وبعضهم يذكر فيه العتق وبعضهم لا يذكره وقد ذكرنا عنه عدة أجوبة في الكتاب المطول جوابانك من بدا وسخد إمام أحمد بن حنبل كإمام حديثة أم رواية ناقري جي عمدا أم رواية مورنا قرتوا شون راوياني ترى ونقلناكا
سليماني تيمي أمي هاوردوه والروايتي ترمى نز مخالفي أو نتيجة فتواي بالأساسي ما ندعو وأجينا لا إن شاء الله أو أول خب أو سر روايتي عثماني كري حاضر إشارة بيكا كبلي كان كسر روايته كان هاوردوه إشارة بيكا ولوزتي صحفان قول عائشة كل يمين ليس فيها طلاق ولا عتاق وفيها كفارة يمين وستي صفحين سيحفت حضرت عائشة لقولك وتويتي حر قسمك ما دان طلاق وعتق نبي كفاري 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 يمين يعني اللي راح حضرت عائشة طلاق وعتق ليه بدركة أم روايته كهر قسمك طلاق وعتق يعني ميدو أي مفصل أجين الله بسورتي متصل لحضرت عائشة رواية نبو بلا مجالب شي جالب توجه إمام ابن تيمية رحمة إخوائي لبي أم رواية نقلك هم خوي هم ابن قيم لا ليس فيها طلاق ولا عتاقي لحسفك واستدلالي فيك إجي لتشندين شوين أو أقين الله إجي أم قولي عائشة الدليل لسر أويك طلاقش كفاريس تري إجي كل يمين وإن عظمت ففيها كفارة يمين لحالك روايتك خوي أو تيكياتيا أو أقين الله إن شاء الله هي مفرد جالب بكم أما سلا خوي أو تيريتو استدلالي بيكا مخالفك إيه الكاملة كي تيريتو إيجي صابت مية زور سيرو يعني باقين الله إن شاء الله قشتم بفضل إخوان ويسيوه وإمام الشافعي جميع نقل كردو لها حضرت عائشة بهر حال إيجي باشا أواني كوتويان لآخر صفحي سيو حفتا أواني كوتويان بو أميج أبي كفار بي بو چي الحاقيان كدبا سوينديك وكفاريز إجي فسببه أن العتق قربة فإذا التزمه فقد التزم قربة على تقدير المخالفة كما التزمها بالنذر الذي يخرج مخرج اليمين تجزئه الكفارة لكونه قربة ملتزمة على تقدير الحنث فشبهوه باليمين من هذا الوجه كما قدمنا لكونه التزم قربة لله إن خالف ترك تعظيم حق الله يعني نوعك عتق قربتك إلى الله ما دام مخالفيك وكبيجي تعظيم إخوائي قريت تركب دوا جايجي ومن ها هنا يخرج الفرق بينه وبين الطلاق ألي رأيك جاي إمام ابن تيمية يكي له قوي ترين إنانك أيكات بلغيخوي أو جريانسه ومن ها هنا يخرج الفرق بينه وبين الطلاق فإن الطلاق يعلق ويقع معلقا كما يقع منجزا بالإجماع طلاق بسورة معلق ذكر كري وبسورة معلقيش طلاق واقع بيت شون منجزا واقع بي معلقيش واقع بيت بإجماع زانايا فرقي هذا قلع تقك فإذا علقه على وجه اليمين فهو لفظ تعليق ولفظ التعليق في الطلاق نافذ وما عرض له من معنى اليمين لا يؤثر في إجاب الكفارة لأن الطلاق ليس قربة حتى يقال التزم قربة إن تركها عند الحنس لم يعظم حق الله فيها كما إنه إذا حلف باسمه فخالف لم يعظم حرمة اسمه فلم تجب الكفارة فيه لأنها شرعت هناك للجبر في حرمة اسم الله وفي القربة إليه وليس كذلك في الطلاق إذا خو مسألة طلاق نا قربتي هاتيا نا تعظيمك واتيا وكو أو معنانيك بو أن كردمانو تأمن نيسي وقت طلاقك قسمك شكيا أكيوي أويني بيدي كفاري بابا لبر جبراني تعظيم حق إخوائي تعالى أمي تاني ومن وجه آخر إنا إذا أوجبنا الكفارة أما فرمه إما أمقسي لي لا زور جوانا إنا إذا أوجبنا الكفارة في باب القربة أمكننا أن نجيبها على وجه التخير هذا خدك إجيسا إما لباب قربة وقت إجن باشا كفاري بابو إما هي مخيري كين كابلا بيجن برا يا ورا بردكد آزاد بك يا كفارة كبه يا ورا مثلا مالكت كدعوتا للريخوا قشتي بدا بيو كعبة يا مثلا كفارة كبدا بلا يعني شي كفارة كبدا مالكة شي مالكة ناشيت مالكة إني خوتا أمكننا أن نجيبها على وجه التخير فنقول قد لزمك ما التزمت من القربة فإن شئت أن تقوم به فلك وإن شئت أن تخرج منه بكفارة يمين فلك نكتة كواليرا وأما الطلاق فلا يقع مخيرا إن شاء أمضاه بعد وقوعه وإن شاء دفعه بكفارة أما فرم مهمة يجب بلان بلا طلاق كراجد طلاقي كوتوي نارويت كري خو طلاق دعاي مخيرني بإختياري تونيا بجي دائما اختيار مزباب كوي اختيار مزيسبانا كوي
تازه كوتكه طلاق طلاق مخيرني كوت كودتر هنا قريته طلاق فلا يقع مخيرا ان شاء امضاه بعد وقوعه ها بعد وقوعه اذا كوتكه تبي دائما اذا امضاه من اجن باشباب كري نانا بانا كباب يقرمو بابا كوتكه قال لي كما يدامن دفعه بكفارة كما يدامن هذا لا يقوله عاقل ولا من مارس الشريعة ولا من فهم مقاصدها أم قصى عقل نايكا كسيك مقاصد شريعة بناسي أم قصى ناكا فإن الطلاق حل قيد النكاح فإذا انحل فليت الشعري ماذا عقده بعد حله طلاق باز کردنی عقد نکاح وقت باز بو دیت چی هست بی وسط باز بو تو ولا سیما فی یمین الثلاثی بتا بس کارکس سی و سی اخا وقد قال الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلو فكر المسكين في منتهى قوله لاستحيا من الله ومن الناس لصفحي سينو ثم إنا نقول قد أجمعت الأمة على أن يمين الطلاق ليست داخلة في أيمان الكفارة إجماع أمتي لسر قسم بطلاق داخلي قسمك كفاري تيابي ناكويت وإميج لإجماع لا نادين كسي هيش كسي أمقسي نكر لي لا نادين إذا ثم إن هذه الأيمان التي ذكرناها هل تسمى أيمانا فيه خلاف إذا أمانك زكما آيا ناصن كابرا نزرك آيا بيه وتري أيمان أصلا بطلاق وتري يمين إيش فيه خلاف قال ابن عبد البر أما الحلف بالطلاق والعتق فليس بيمين عند أهل التحصيل والنظر وإنما هو طلاق بصفة أو عتق بصفة إذا أوقعه موقع وقع على حسب ما يجب في ذلك عند العلماء كل على أصله وقول المتقدمين الأيمان بالطلاق والعتق إنما هو كلام خرج على الامتناع والمجاز يعني أما كبيتي وتري قسم مجازك لأصلا قسمني أصلا تداخلي أو يشهر ببي إذا فرض كي ناويش بنين قسم أو قسمان يك داخلي ببي تيجي أما الآية الثانية وهي قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم إجاء ابن تيمية رحمة إخوالي ببم آية شيء استنادي كردوة وتيتي ألم آية تدا بيغمبر عليه السلام جرياني أو سورة تحريمة كبيغمبر عليه السلام دو شأن نزول لبارنا وارد بوه هي كان وسقوها بيغمبر عليه السلام تشي وولاي زينب كسوكاركي هنگوینیان بو هاوردوه همیش حد چه روشه اچیت لای زینب هنگوین اخوا عایشه و حفصه رضای خواهن لیبی این یعن اجوله به نسبتی اوه ایشن با فکری بکین بیجین ایتا پیغمبر نروا ده چی بیجین افرمه پیغمبر علیه ساسم زور قینیتی لبوی دم او هنگوینیشه لگوله دروسه بی که گوله که ناوکم نیل بیرا بویتی انجارها دیجین چی را یا رسول ازن دمت بو اوه ادا خود میشی پوینه داو هر گره که انو تایبتن اتر این که کتین جنی رسول اوه دمت بوی او گلا بوی یارو گلا بوی این ای اوه هنگوین بخواد بولای اینا اما قسمی بی اتر او هنگوین نخو اما قسمی بی اتر هنگوین نخو اما شان نزولی که شان نزولی که تری اوه بو بوهای پیغمبر علیه السلام لروجه لروجانا که وقتی یعنی وقتی یکی لجنکانی اوید لأثناء رجا تكيك لكني زكاني أخوي أو جنبي أزانيك أو رجا رجيه لنا مشكلة نية خوشون أما جنك أزادني كنيزي خوي كنيزي كي بوتك يا خوت جنكي ترابي أما قسمي بيتك يا تر ناخو أم دو أخوي قرا فرمي بوشي واتك الدو أخوا بوي دانا ونكي قسم كان تنشيب كان من حلب كانوا وقسم كت كفارية هاتشي كيبي إيصل إلى إمام ابن تيمية استدلال بأماكا إيجي لم إندا لفزي تحريم بيغمبر عليه السلام قسمي نخوارده بس وتيتي تي حرامة كم لسرخم أو كنيدة حرامة كم لسرخم أو هنجوينة لرا خواف المي كفاري به بخواه ما قسمي جنية قسم بأ الله نية شون أما داخلي آيتي كفار بو طلاقش داخلي به أولا فرز كين عندي قد كه فرز كين قصة كي إمام ابن تيمية راز به پیغمبر علیه السلام قسم به الله نوت به حد وتی حرام کبر اما داخلی بوه به اجماع طلاقته داخلی نابه تا لایتو تا قرنیتو تا 720 هجری هیچ کس علما نیزانی ام مکلفیای تاریخ لتو زور زور شارزاتر به قران و سنت اجماع لسر دا مزرا تا جناب به وکارکی ثانیا خودی روایت کایش قسمی خوارد پیغمبر است کفاره کی لبر قسمه کم
تيجي أو هل الصفحة بعديها يتيري يجي لوستي الصفحة قال هذا المبتدع من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف مع الكفار جاء ما يمتين فره هجومي قساكا جاء حركس يجبه جاء پیغمبر عليه الصلاة والسلام قسمي خواردتكي إنك يا فقد قال ما لم يقله أحد حر قسمي نخوارده فقد ذي حرام قال ما لم يقله أحد وقد جاء إمامي سبكيج وقد روى البيهقي بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحلال حراما وجعل في اليمين الكفارتها جعل في اليمين الكفارة آلا قسمي خواردو يعني كفاركي بوشي دانيا بو قسمك رواه أبو داود مرسلا عن قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فدخلت فرأت معه فقالت في بيتي وفيها فرأت معه منزولي أو جرياني كنيزكس فقالت في بيتي وفي يومي فقال أسكتي فوالله لا أقربها وهي علي حرام قسم كيف واد امر روايتي كتر وفي وقد روى البيهقي مرسلا عن مسروق حلف لحفصه ان لا يقرب امته قسم اخوان دي اهم روايه امام ابن تيميه هركز بيجي قسم شي خواردو شتي كيوت وهيش كزني بتو دبر اوها او الروايات اصلا روايات للتابعين واما قصه العسل وهي اشهر في سبب نزول الايه فروى البيهقي ان عبيد بن عمير قال سمعت عائشه تخبر الى اخرها وردي جيانا كثيرته حديث كيش تيريتو لجريانا كيش إمام بخاري قال البخاري وقال إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن أتى في هذا الحديث ولن أعود له وقد حلفت قسم خوارجه هرجيز ترعسل ناخم فلا تخبري بذلك أحدا قال ابن عبد البر وقد روي عن ابن عباس في تأويل قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك وهاوتيتي والله لا أشرب العسل أشرب العسل قسمي خوارده بعدها فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حلف بالله فالكفارة لليمين بالله وهذا معنى قول عائشة فجعل الحلال حراما وجعل في اليمين الكفارة ها كفارة كيف وشي دانيا بو يمين قسمك فلم تكن الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى ولا يحتاج إلى الجواب عن الآية فهذه لمعة إقناعية لمن نظرها بعين الإنصاف ووراء هذا من الأبحاث الأقلية والمنقولات الصحيحة والنظر الفقهي ما لا يسعه إلا كتاب مطول وقد ذكرنا في كتابنا في الرد عليه كثيرا منها فهرحال أمام بخشك كلامك لكتاب الدرة المزيئة إمامي السبكيبو كبحثي أو شوينانيك إمام ابن تيمية استدلال بآية كانك إجي فرموا أماك قسمه وداخلي أوابيت زوري جاتش بسري أوا وكواقعا كسي كي جاء قادار نبي جي دي بلاخو أخوي فرميتي كفارة إيمان تانو وتحلة إيمانكم ودائم جاء قسميك وداخلي أوا بلحالك أصلا حيج كسي بإجماع نيوت كفارة داخلي قسم بطلاق أبي إن شاء الله لجلسي بعديها أتي نسرت أو الروايتانو أو موضوعاتانيك إمام ابن تيمية استناديا فيك وهروها إمام ابن حزم ابن القيم وغيره ورحمتيان فرميت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.